دي دي ار 22 الديول دياجنوزز ريكفري، المقصود بيه اللي هو مجتمع علاجي خاص بالناس اللي عندها اكتر من تشخيص او تشخيص مزدوج. ظهر في العقود الاخيره في مصر وفي المجتمع العربي المرضى اللي عندهم اكتر من تشخيص. كانت المشكله هنا ان الناس بتخش تتعالج من مشكله واحده، وكانت النتيجه ان المشاكل الاخرى بتؤدي الى تفاقم المشكله الاولى بشكل تاني او ان هو يرجع ينتكس تاني. انا بخص هنا اكثر الاضطرابات النفسيه اللي ناتجه عن التعاطي. المركز دي دي ار 22 هو الخاص بالتشخيص المزدوج، هو بيقدم الخدمات العلاجيه والتاهيليه لكل التشخيصات حسب التشخيص. الاضطرابات النفسيه بتبقى محتاجه رعايه طبيه، محتاجه علاج نفسي، محتاجة علاج معرفي وسلوكي، ومشكلة التعاطي بتبقى محتاجة طبعا خدمات تأهيلية خاصة بتعديل السلوك وتعديل المفاهيم. فكرة المجتمع العلاجي المفتوح للتشخيص المزدوج هي فكرة ناجحة جدا في مجتمعات أخرى، وتم تجربتها في مصر وابتدت تحقق نجاحات عالية جدا. المريض النفسي من حقه إن هو يجد البيئة الأمنة والبيئة الصحية اللي يقدر يتعافى فيها، مش بس هو محتاج علاج طبي بحت، لا، محتاج علاج طبي جنب علاج سلوكي جنب علاج معرفي، محتاج أكثر من علاج، أكثر من تدخل علاجي على كذا محور. فكرة المجتمع العلاجي المفتوح للمضطربين نفسيا أو الاضطرابات النفسية الناتجة عن التعاطي هي فكرة ابتدت تؤتي ثمرها وابتدت تحقق نتائج عالية جدا. من هنا ابتدينا المشروع بتاعنا من أكثر من سنة، الحمد لله النهاردة مخرجين حوالي 40 مريض.